بونجور، النهاردة عايزة أتكلم في سؤال جالي. إزاي مدام نعمل ممارسة للغة في الأجازة؟ اللغة زي ما وضحت قبل كده معاكو إنه مش بس إن إحنا نبقى شطار ونجيب درجات كويسة في الامتحان، اللغة فيها حاجات كتير. فإزاي إن أنا أنمي اللغة عندي في الأجازة؟ خلينا متفقين إنه اللغة زي السواقة، لو اتسابت هتتنسى، فإحنا ما ينفعش نسيب اللغة طول فترة الأجازة من غير ممارسة. طيب نعمل إيه؟ نجيب كتب ونحاول نقرأ كتير على قد ما نقدر طول فترة الأجازة. في الولاد ما بيحبوش يقروا، نجيب كتب بسيطة فيها تلوين، الكبار شوية يجيبوا كتب قصص هما بيحبوها، مش هنفهم كله بس هنفهم المعظم. وكان في حاجة لذيذة قوي كنا بنعملها، إن إحنا بنجيب كاييه بيكون مقسم على الألفابي A B C D، وكل كلمة جديدة بنعرفها بنعرف معناها بنكتبها جوا كاييه وبنكتب معناها جنبها. يا سلام لو معناها بالفرنسي كسينونيم، يعني مرادف ليها، تبقى حاجة رائعة بتنمي الفوكابولير بتاعنا. حاجة كمان إن إحنا نسمع كرتون، أغاني، ده كله بينمي الفوكابولير. من أول مرة أكيد طبعا مش هنفهم حاجة، لكن شوية بشوية ممكن نعتمد على الأغاني أو الأفلام اللي بتكون الكتابة بتاعتها موجودة معاها، بحيث إن إحنا نتدرب ونتعرف. ممكن في الأول كبداية إن إحنا نسمع حاجة مترجمة، نقرب شوية اللغتين كده من بعض لحد ما الدنيا تمشي معانا شوية عشان منتعقدش من الأول، ونعتمد على الفرنسية بعد كده يبقى هو الموجود أساسي. يبقى احنا عندنا حاجات كتير قوي ممكن نسمعها. ممكن نسمع لوسون باللي هي الانيميشن، بتبقى موجوده في ابلكيشن على الموبايل كنت نزلته عندك على الجروب اكتر من مره، خاص بالتي في 5 وبحاجات تانية كتير. وفي ابلكيشن كتير فيها العاب وفيها حاجات كتير مفيده للصغيرين وللكبار تنمي عندنا اللغه. محدش يقول كفاية علينا فترة الدراسة، أنا ما قلتش إن إحنا نرجع نذاكر ونمسك ورقة وقلم، لكن قلت إن إحنا نسمع ونقرأ كتير عشان يبقى فيه براتيك للونج. ميرسي.